الآن صرنا واصلين لنعد موازنة المصروفات الرأسمالية. هذه الموازنة لها علاقة بمتحصلات بيع أصول رأسمالية وبيع وشراء أصول رأسمالية، ونعمل فيها تقاس بين متحصلات البيع ومدفوعات الشراء. طبعا احنا في التدريب تبعنا فيش عندنا مبيعات لأي equipment أو capital assets، لكن في عندنا مشتريات، عشان كده حنثبت عملية الشراء كالآتي. طبعا في عندنا يساوي، لو على التدريب مشتريات أصول رأسمالية، لو رحنا على التدريب واللي في التدريب احنا في عندنا هان anticipated of buying new plant assets on credit، هذا الشراء على الحساب، قيمة الأصل 60,000 دولار. هذا انشرى في الربع الأول، لو أخذتوا بالكم الشراء حيكون في الربع الأول، شايفين في الربع الأول. طبعا احنا هذا كان قيمة الأصول اللي احنا حنشتريها، ما في عندنا مشتريات أخرى رأسمالية، عشان كده كل اللي حنعمله هنعمل احنا جمع يساوي هذا زائد هذا، وننسخ طبعا هنا، طبعا ما فيش عندنا حاجة ان ننسخها، لكن لازم نحط المعادلات زي ما انتم شايفين. الآن تعال نشوف التوتال كابيتال اسيتس بروكيورمنت اكسبندشرز، اجمالي نفقات شراء الاصول الرأسمالية. خدوا بالكم هذا 60,000 قيمة شراء الآلة على الحساب، لكن تعال نشوف المدفوعات اللي بتنعمل على حساب الآلة حسب ما هو متوقع لها خلال السنة، عشان كده حنقول يساوي. ونروح على البروبلم، البروبلم في عندي بيقول لي هنا انستولمنتس اند ديو بيريودز، حتكون الربع الأول 20,000 من 60,000 وهكذا. يبقى حنسوي هذه عبارة عن الدفعات النقدية المتوقعة. يعني زي ما انتم شايفين هذول 60,000 هو قيمة تكلفة شراء الآلة على الحساب، لكن احنا بدنا نعرف ما هي قيمة المدفوعات النقدية على سداد ثمن هذه الآلة. طبعا في التدريب بيقول لي انه احنا متوقع ان احنا نسدد من ثمن آلة الدفعات التالية، واللي في الربع الأول حندفع 20,000، وفي الربع الثاني حندفع 14 وهكذا. فحناخد هذه عبارة عن التدفقات النقدية الخارجة في سبيل شراء الأصول الرأسمالية، واللي بيقول عنها احنا procurement expenditures اللي هي نفقات شراء الأصول الرأسمالية. طبعا وبنيجي بنعمل نسق زي ما انتم شايفين، بيضل عندنا بس ان احنا نعمل جمع لإلهم واحد الإجمالي الدفعات اللي تمت خلال العام. طبعا لاحظوا صفر، فهذا دليل على انه شغلنا ان شاء الله صحيح. وبهيك بنكون خلصنا موازنة المصروفات الرأسمالية.